اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، والنهارده هنتكلم عن ازاي تقرا تحليل الغده الدرقيه. الغده الدرقيه موجوده في الرقبه وبتفرز هرمونين T3 وT4، والهرمونين دول مهمين جدا لوظائف الجسم عموما. فلو افراز الغده الدرقيه ده زاد، ساعتها العيان ممكن يحس بشويه اعراض زي مثلا سرعة ضربات القلب، القلق الشديد، وزنه يخس، ما يقدرش يتحمل الحر، بيحبش فصول الصيف، يحصل له مشاكل في النوم، يحصل له رعشة في ايديه، ممكن احمرار في العين، وفي الحالات الشديدة ممكن يحصل بروز للعين. اما افراز الغدة ده لو قل والهرمونات دي مستواها قل في الدم، فالعيان ممكن يحس بشوية اعراض تانية زي مثلا الخمول الشديد، الكسل الشديد، زيادة الوزن، شوية امساك، ما يقدرش يستحمل البرد وما يحبش فصل الشتاء، وشوية مشاكل في الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات. الغدة دي هنعتبرها زي مصنع بتطلع الهرمونين دول T3 وT4، اللي بيتحكم فيها جزء في المخ اسمه بتيوتري جلاند او الغدة النخامية. فالغدة النخامية بتتحكم في الغدة الدرقية عن طريق هرمون اسمه TSH، فاحنا هنعتبر ان البتيوتري دي هي اللي بتدي الاوامر للغدة الدرقية عشان تصنع الهرمونات. واللي بيتحكم في البتيوتري او الغدة النخامية دي جزء تاني اسمه هايبوثالاموس عن طريق هرمون اسمه TRH. مهم جدا نعرف القصة دي ليه؟ لان لازم نبقى عارفين لما نقرأ تحليل الغدة الدرقية، هل المشكلة في الغدة نفسها ولا في المراكز العليا في المخ، وده اللي هنعرفه بعد شوية. فالطبيعي ان الهايبوثالاموس والبيتيوتري بيدوا اوامر عن طريق التي اس اتش للغدة الدرقية، يقولوا لها بالتي اس اتش ده طلعي هرموناتك. فالغدة الدرقية تبدأ تطلع هرمونات اللي هو التي 3 والتي 4. فلما مستوى التي 3 والتي 4 يوصل للمستوى المطلوب في الدم، يحصل حاجة اسمها نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، اللي هي يعني لما التي 3 والتي 4 يوصل للمستوى المطلوب، يحصل سبريشن، يحصل هبوط للبيتيوتري، فالتي اس اتش مستواه يبدأ يقل عشان الغدة الدرقية ما تطلعش هرمونات تاني بزيادة، فيحصل عملية توازن. لما تكون عايز تعرف الغدة الدرقية ووظائفها شغالة كويس ولا لأ، بتطلب تحليل تي اس اتش، فري تي 3 وفري تي 4. التوتال ممكن نطلب توتال تي 3 وتوتال تي 4، لكن الاحسن والادق هو الفري، فري تي 3 وفري تي 4. فمثلا احنا لو عندنا مشكله في الغده الدرقيه نفسها بنسميها برايمري، طالما المشكله في الغده الدرقيه بيبقى اسمها برايمري. لكن المشكله لو جايه من فوق من مستوى اعلى اللي هي الغده النخاميه او الهايبوثالاموس اللي قلنا عليهم، بيبقى اسمها السكندري، لان المشكله مش اساسها الغده الدرقيه، ده اساسها فوق في المخ. فلو مثلا في مشكلة في الغدة الدرقية وعمالة تطلع هرمونات كتير بزيادة T3 وT4 كتير، فالفيدباك ميكانيزم شغال، فهيبقى مستوى TSH قليل. ففي الحالة دي بيبقى اسمها برايمري هايبرثايروديزم، الاقي T3 وT4 كتير جدا، والTSH اللي هي الاوامر اللي بتيجي من فوق قليل عن مستواها الطبيعي او مختفي تماما. يبقى في الحالة دي اسمها برايمري هايبرثايروديزم، او زيادة نشاط الغدة الدرقية الاولي اللي هو سببه في الغدة الدرقية نفسها. اما لو كان الغدة الدرقية بتطلع هرمونات كتير بسبب ثانوي، بسبب من المخ، هنلاقي ان التي اس اتش هو كمان عالي، الاوامر نفسها اللي جاية من المخ اللي هو التي اس اتش مستواها عالي، وبالتالي بيشغل المصنع اللي هو الغدة الدرقية فبتطلع هرمونات كتير. في الحالة دي هلاقي كله عالي، تي اس اتش، 3T3، 3T4. وعلى العكس دلوقتي لو انا جيت لقيت ان الفري تي 3 والفري تي 4 مستواهم قليل، معنى كده ان في هايبوثايروديزم، يعني خمول في وظائف الغده. طيب هل ده برايمري ولا سكندري؟ فبشوف التي اس اتش، لو لقيت التي اس اتش مستواه عالي، معنى كده ان المشكله برايمري في الجلاند نفسها مش عارفه تطلع هرمونات، برغم ان الاوامر جايه لها من فوق كتير اللي هو التي اس اتش مستواه عالي بيحاول يصلح ومش عارف، لان المشكلة في الجلاند نفسها. ففي الحالة دي بنسميها برايمري هايبوثايروديزم، يعني خمول في وظائف الغدة الدرقية بسبب مشكلة في الغدة الدرقية نفسها. اما لو كانت المشكلة من مستوى اعلى، بمعنى ان الاوامر نفسها مش جاية من فوق، مفيش اوامر للغدة عشان تشتغل، فبلاقي التي اس اتش نفسه قليل، وبلاقي كمان الفري تي 3 والفري تي 4 قليلين، معنى كده ان الغدة مش شغالة بسبب ان الاوامر اللي جاية من المخ مش موجودة، فبلاقي كلهم نازلين التي اس اتش والفري تي 3 والفري تي 4، وفي الحالة دي بيبقى اسمها سكندري هايبوثايروديزم.
يعني مثلا كده كمثال لو بصينا على التحليل ده هنلاقي ان التي 3 والتي 4 عاليين، معنى كده ان دي حالة هايبر ثايروديزم، يعني الغدة نشطة. هل ده بقى بسبب الغدة نفسها ولا بسبب حاجة من البيتيوتري جلاند؟ نبص على التي اس اتش نلاقيه قليل جدا، معنى كده ان البيتيوتري جلاند ما بقتش تدي اوامر خلاص لان مستوى الهرمونات عالي، معنى كده ان المشكله مش في البيتيوتري، معنى كده ان دي برايمري هايبر ثايروديزم، يعني مشكله اساسها في الغده الدرقيه. اما مثلا لو بصينا على المثال ده هنلاقي ان كلهم عاليين، تي 3 والتي 4 عاليين، وده معناه هايبر ثايروديزم. نبص على التي اس اتش نلاقيه هو كمان عالي، معنى كده ان الثيرويد اشتغلت كتير بسبب الاوامر اللي جايه لها من البيتيوتري اللي هو التي اس اتش، يبقى دي حاله سكندري هايبر ثيرويديزم. وبرده لو بصينا على المثال ده نلاقي ان التي 3 والتي 4 مستواهم قليل، يبقى دي حاله هايبوثيرويديزم. هل المشكله بقى برايمري يعني من الجلاند نفسها ولا سكندري من البيتيوتري او فوق؟ نبص على التي اس اتش هنلاقيه عالي، معنى كده ان البيتيوتري بتحاول تصلح، يعني المشكله مش في البيتيوتري، المشكله في الثيرويد نفسها او في الغده الدرقيه نفسها، يبقى دي حاله برايمري هايبوثايروديزم وهكذا. في حاجه اسمها سب كلينيكال هايبوثايروديزم وحاجه اسمها سب كلينيكال هايبر ثايروديزم. المثال اللي قدامنا ده لو بصينا على الفري تي 3 والفري تي 4 هنلاقيهم طبيعيين، لكن التي اس اتش نلاقيه عالي، معنى كده ان دي حالة سب كلينيكال هايبوثايروديزم، يعني في هايبوثايروديزم لكن لسه ما وصلش للنور لان التي اس اتش قادر يصلحه لحد دلوقتي. لو بصينا كمان على الفري تي 3 والفري تي 4 نلاقيهم على اللور نورمال، يعني قربوا ان هم ينزلوا، اي نعم في الطبيعي لكن في اللور نورمال. دي 2.2 الطبيعي من اول 2، دي 9 الطبيعي من اول 8، وطبعا التي اس اتش عالي، فدي حاله بنسميها سب كلينيكال هايبوثايروديزم. ولو بصينا هنا نلاقي ان التي اس اتش مستواه اقل من الطبيعي، هنا طالع 1 من 100، الطبيعي المفروض ان يكون 55 من 100، هو طالع 1 من 100. والفري تي 3 والفري تي 4 طبيعيين 4 و1.5، دول مستواهم طبيعي لكنهم على الأبر ليميت، قريبين من الأبر ليميت أو المعدلات العالية. والتي اس اتش منخفض أو ممكن يكون undetected مش موجود، الحالة دي بنسميها سب كلينيكال هايبر ثايروديزم. وفي النهاية أحب أشكركم، اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير، شكرا ليكم.